اكيد فراقهم هزنا علشان خلاص عزت تلاقي، والاكيد ان احنا حنروح كلنا. وانت يا اهلي اللي باقي سنة القلوب محروم تعب، اكيد تنافس من طويلة من تعب، اهدل جدودنا الاهل هو الاهلي علشان من سبب، والكل وقت يعلي دايما من سبب راي بلادنا، نادي المبادئ والمثال للاحترام، ومش مجرد نادي يعني، والسلام ده في ألف معانا. انت يا اهلي اهلي فعلا مش كلام، وهنبني فوق اللي اتبنى علشان تكون اعلى. كل شيء نقدمه للنادي الاهلي. الحمد لله، ألف مبروك، ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للجمعية العمومية للنادي الأهلي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف مبروك لكل منتمي لأسرة النادي الأهلي الكبيرة اللي احنا كلنا بنفخر بالانتماء ليها. بشكر أعضاء الجمعية العمومية، بشكر كل الحضور اللي جم النهاردة، والعذر كل العذر اللي ما قدروش ييجوا، بشكر اللي رفض اللايحة النهاردة قبل اللي وافق، لان هو تعب وجه وابدا ملاحظاته. هنتابع الملاحظات دي وهنشوفها وهناخدها في الاعتبار، عشان لو في اي حاجه هم متضايقين منها او متخوفين منها، دورنا ان احنا نشيل التخوف ده ان شاء الله في الفتره الجايه. استاذ ابراهيم، اكيد حضرتك تعبت الفتره الاخيره، لكن زي ما قلت قبل كده ان في الاخر طلعتوا بشيء يشرف النادي الاهلي، ده اللي احنا شفناه النهارده من حضور عدد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه، وده بياكد كلام ان دايما ده حق النادي الاهلي علينا، فلا بد من ان احنا نوفي حق من حقوق النادي الاهلي علينا كلنا كاعضاء جمعيه عموميه. الحمد لله، التعب ده واجب علينا، ما هوش تعب ولا حاجه، ده واجب وده دورنا. الجمعيه العموميه حطت ثقتها فينا وحطت ثقتها في المجموعه دي، لانها كانت شايفه انها تقدر تقود وتدير النادي الاهلي في الفتره الجايه. لازم في الحاله دي ان احنا نبقى عند حسن ظنهم، ولازم لما نطلع حاجه تبقى حاجه على مستوى النادي الاهلي وتليق باسم وتاريخ النادي الاهلي، اسم وتاريخ الجمعيه العموميه، اسم وتاريخ جماهير النادي الاهلي. يا رب نكون عند حسن ظنهم. الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه النهارده ايدت الكلام ده وقالت ان هي راضيه عن المنتج اللي اتقدم لها. يا رب دايما نبقى عند حسن ظنهم. شكرا جزيلا، الف الف مبروك يا استاذ ابراهيم. الحمد لله، الحمد لله، اشكرك. عوده ليك زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي، واكيد مزيد من اللقاءات مع نجوم النادي الاهلي بعد ما تم اعتماد نظام اللائحه الاساسيه في مقر الاهلي بالجزيره.